يفهم الكلمة ليك. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بجميع مستمعي يفهم ومستمعي الكلمة ليك. مرحبا بكم، تعديوا معنا نصيف ساعة باش نسمعوكم فيها، نسمع أصواتكم ونسمع أراءكم. تطلبونا على 31 300 80 ألف باش تحكيوا على تجربكم وأراءكم المهمة والقيمة بالنسبة لنا. اليوم نحكيوا على ظاهرة التسول، نحكيوا على الظاهرة هذية، شنو تنجم تورينا، شنو تنجم تفسر لنا، شنو تنجم تحكي لنا على المجتمع متاعنا كي نشوفوا أنه الظاهرة هذية تطورت ولا تفاقم، ولينا نشوفوا فيها في كل الشوارع تقريبا، مش في العاصمة كهو، في كل المدن والولايات، مش التوانسة فقط اللي يتسولوا، حتى زيدا المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. أشكال التسول هذا كله اللي نجموا نحكيوا عليه اليوم، كيفاش نجم تكون الظاهرة هذه مقلقة في قراءتها للمجتمع متاعنا، كيفاش نجم تكون مقلقة زيدا للمواطنين والتوانسة، لأنه أحيانا ينجم يصير من خلالها ولا منها أحيانا اعتداء أو غيره، برشا اشكاليات تحصل من خلال تفاقم ظاهره التسول هذي. اعطيونا ارائكم اذا عندكم تجربه، اذا عملتوا تحليل زيد لها الظاهره هذي كما عودتونا، فتنجموا تتصلوا بنا على 31 380 ألف. وخارج وقت البرنامج رانا نسمعكم على 58 550 707، وطلبونا واقترحوا علينا مواضيع انتوما تحبوا تتناقشوا فيها وتتناولوها. اسامه صافي في الاعداد، معنا سفيان اليوم في الاخراج، مرحبا ايمان وإيهاب على EFM TV، معكم جيهان بن عبدالله، ومرحبا بجميع المستمعين في الكلمة ليك. نحبوا نسمع أصوات التوانسة من تونس وحتى من خارج تونس، زيدا نحبوا نقرب لكم أكثر في مختلف الولايات، نسمعوا كل الجهات كل اللهجات. نذكركم اليوم قلنا موضوعنا هو ظاهرة التسول، قراءتكم لها، إذا عندكم معها تجربة زيدا فمرحبا بكل مداخلاتكم، اطلبونا على 31 380 ألف، رقمنا اللي أكيد حفظتوه واللي تعرفوه هو اللي من خلاله يوصلنا صوتكم. مرحبا بكم تتسويت في الكلمة ليك لليوم 3 فيفري. 13 فيفري اليوم معناها غدوة الأربعاء 14 فيفري عيد الحب، نحكيو عليه ميلا الخميس. قولونا كيفاش احتفلتوا بعيد الحب اليوم. أول تليفون يجينا من زهرة. زهرة أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعينا في أريانا. مرحبا بيك، مرحبا بيك عيشك ربي يخليك، محلى اسم. إن شاء الله كل عام وأنتم عيشك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله ديما نحبوا بعضنا تواسى كل أمتنا محمد. إن شاء الله إيمين، ربي حنن القلوب على بعضها ويحنن قلوب التوانسة على بعضهم، وديما يكونوا واقفين مع بعضهم وما يتغشوش على بعضهم ويوسعوا بينهم طال حياة تستمر في برشا فرحة وبرشا زهور كما اسمك أنت يا زهرة. إن شاء الله إيمين. خليني نسمع رأيك يا زهرة، خاطر أنت من أولى ناس اللي طلبونا وقت اللي سمعت الموضوع هذا، يظهر لي عندك برشا متحكين عليها. خاطرني أنا أعصابي فلتة من الموضوع هذا، من نمشي وكثرة الحالة هذي معناها أفارقة توينسة وصغار في العمر، الكبار لا لو ما عليهم، أقول أنا شهرية ما تكفيش، ولكن صغار في العمر والمرأة تبركلها 30 و35 و40 وجيب صغير وثين وتطلب بيه، مش معقول لك الحق والله أنا قلبي يوجعني كراها كيك، وين تمشي ترى في قهوة في مجزة في سوبر ماركت وين كثرة الحالة في الفول كل قدام الجوامع. نحب نزيد نفهم أكثر زهرة، علاش الموضوع هذي مقلق بالنسبة ليك؟ احنا قلوبنا توجعنا كتوينس من غير ما نفهموا علاش ولا نحلوا حتى بينا وبين رويحنا الظاهرة، وقت اللي نشوفوا الصغيرات يطلبوا وإلا نشوفوا والديهم أو الله أعلم هما شكون قاعدين يطلبوا بصغار وببيات صيف على شتاء في شمس وفي البرد، فهوني انت تقلقك الظاهرة لأنه يتم استغلال الأطفال في التسول. أول حاجة يطلبوا بصغارهم، علاش تحكي انت ما تقدرش، علاش تعرف، علاش تجيب في صغارة تمرمدهم وتبهدل بحالهم، انت باش تاخذ ولا دينار ولا 5000، اك الشتاء اللي تعدت عليك هذاك وك القايلة اللي تعدت على صغيرك وك البرد اللي تعد، حق باش تنزل تبيت معناها علاش ما نعرفوش نتصرف ونحن من الاول؟ اول حاجه انا تقلقني دوري يجي عصبي بالله العظيم تقلق، اضطرنا انا راجلي اجنبي يقول لي علاش عندك من الحاله ذي كثره؟ علاش؟ ولو يعني انه هو التسول يا زهره موجود في العالم الكل ولكن باشكال اخرى. ولكن احنا عندنا بصفه غريبه، سامحني عزيزتي والله بصفه غريبه عندنا. فما خدم تو كنت تقولها فما ما غير ما نحكي انا والناسكم نعيط لها نقول لها انجا ها معناها خذنا، تقول لي لا 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 ما تلاقيش باش تعطيني، ليه علاه؟ 50 هكا بيه، ليه مادام انا في بالك نصور اكثر، معقول توا هكا؟ معناها التسول ولا خدمة؟ هكا حسب تجربتك انت، التسول خدمة ولا؟
خدمة، بالحق خدمة مش خاطر كنا مرمدنا واحتجنا وصرفينا، ولكن مش فما خدمة يحب يخاب على خشبين، فما يحب يجي سهل يتصور. فما حالات زهرة أنت تعاون الناس المتسولين هذوما وعلى أما أساس، وفما حالات ترفض على خاطر فما فئة من التوانسة مثلا ولوعي منهم يقول لك أنا وقت اللي نشوف صغير يطلب نجم نعطيه ماكلة، نجم نعطيه دابو زمام، ما نعطيش فلوس في يده على خاطر ما نعاونوش باش يتم استغلاله أكثر وأكثر في الظاهرة هذه متاع التسول. أنت كيفاش تختار شكون تعاون وشكون ليه؟ أنا الحقيقة كنت نعطي لصغار، ما عادش نعطي لصغار. عايش الكبير نجم نعطي خاطر ما قدرش باش يخدم. أما المرأة في الخمسين وفي الستين والله العظيم كيف يوم التالي مرأة عاملة غوش جديد وشعرها وما نعطيني دينار. علاش يا أخي؟ علاش؟ ما تنجمش تخدم؟ بمجهودك دخل أموالك. قلبي يوجعني، ما تحبش أنا بلدي هكاك. شكرا لك يا زهرة، يعطيك الصحة على مداخلتك. وأهم حاجة من اللي حكيته زهرة تقولك أنا ما نعاونش صغار، كنت نعطي فلوس قبل الصغار اللي نلقاهم يتسولوا يطلبوا لغتنا نحن في الشارع، ولكن بعد ما عادش نعطي للصغار، وعندها الحق في هذا. وبرشا ناس تشاطرها وأنا زيد نشاطرك الرأي في هذية، نعاونوا صغير وقت اللي نعرفوه في عائلة محتاج مثلا من غير ما هو يطلب، نجيبوا له مستلزمات ومتاع قرايته، ولكن ما نساهموش باش نخليه الصغار يكون موجودين أكثر في الشوارع، على خاطر مش كان في العطل اللي راهو نشوف الصغيرات يطلبوا، حتى في الأيامات اللي من المفروض يكونوا فيهم في مكتبهم في قرايتهم نلقاهم يتم استغلالهم في الشوارع للتسول، على أساس وأنه نعرف التونسي قلبه حنين وينجم يسخف على الكبير والصغير في العمر، ولكن يظهر لي والمختصين يراو هذي، وين باش نسمع رأيكم أنتم أنه فيه مضرة للصغيرات هذوما أكثر من أنه يكون منفعة. مازلنا نسمع آرائكم على 31 380 ألف. معنا لميا من منار، اهلا وسهلا. مرحبا. هلا عتليمه، مرحبا بك يا لميا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله في المرات القليله اللي شدني الموضوع باش نحكي فيه في الراديو. مرحبا بك. الموضوع شدني على الاخر، شاله ديما نشدوك مش هذه البركه. يا عايش ما براتيكمون نفس الكلام اللي كانت تحكي فيه المستمعه اللي قبلي. الظاهره كبيره 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 بصفه غريبه. صحيح ثم أزمة اقتصادية في بلادنا، صحيح الدنيا غالية على الأخر، أما أنا أكثر اللي يطلبوا الحس اللي هما يطلبوا هكيكة معناتها مش محتاجين. أقول لك علاش، تلقاه يطلب لك في رونبوا من 8 متاع الصباح ل 6 متاع العشية، شتاء وصيف برد سنين ثلاثة حد على طول الجمعة. يا هل ترى التوانسة اللي تعداو عليه الكل في ساعة ولا ساعتين ما كفاوهش مصروفه؟ أنا متصور يحب على أكثر من مصروفه. هذاك علاش أنا نختار لشكون نعطي، واللي يحب يعطي لجاره اللي داير بيه، جاره القريب اللي محتاج يعطيه. أما الجماعة اللي في الرومبوانات وفي الكياسات، أنت تقف وهو يجيك يجري، أنت تهبط من الكهرباء وهو يجيك يجري، يا مدام يا مدام. ساعات فما شكون يفرض عليك تمد له 2000 فرنك يقول لك لا حاجتي باش نخلص فاتوره الضوء، حاجتي باش نخلص الكراي، حاجتي في المكتب بتاع الصغار، يحب على 30 و40 و50 دينار. الطلبه هي بال معناتها الاعانه، كونك انت باش تعاون انسان محتاج تعاون على رزقه نتاع نهاره على قوته، معناتها مش تعاونه باش يكون. كما قالت اللي قبلي، كي تراها في صحتها في صحه جيده تقولها اجا اقضي لي في داري ونعطيك حق نهارك، تقول لك لا طايحه على ظهري مريضه ما نجمش ما ندرش شنو ما ندرش، خاطر علاش استنسوا باللقمه البارده. وفما حتى شباب يهد حيط وما يمشيش يخدم كسوسوا، فما طلبة بالخامة يجي بيع لك طبيب مشوار، يجي بيع لك ورد، يجي بيع لك نعناع في رومبوا، ما حاجتيش بيهم هنا هذومك، ما حاجتيش بيهم. كان حاجتي تنجيك أنا نقول لك بيع لي، أما أنت تجي تحشمني أنا نقف في رومبوا ولا في فروج ولا واحد، وأنت تجي تجري تنقز على الكهرباء. ياسر ظاهرة متفاقمة بصفة غريبة في تونس، وماهوش منظر تونس هذايا، تونس قبل ما كانتش هكا. ما نعرفش يا لميا، نحب نسألك أنا حسب رأيك شنو السبب اللي يخلي الظاهرة هذايا تتفاقم؟ واحد يا إما الناس ما عادش تحب تخدم وتستسهل التسول هذايا، اثنين هل على خاطر التوانسة ما عادش يعاونوا بعضهم ويتفقدوا جيرانهم، هذيك علاش الناس ولات تخرج تتسول، وإلا بلادنا دولتنا حكومتنا لازمها تلقى حل في الظاهرة هذايا خاطر العيشة صعبت على الناس؟ شنو الأسباب زعم؟
السبب الاولاني صحيح، السبب الاولاني السبب الثاني بلوتو هو صحيح، كونه يستسهل اللقمه البارده. ويستسهل اللقمه البارده هو على خاطر ثم تصعيد في الدوله. تعرف قبل الثوره كانت الدوله وقت اللي كانت عندها رجال التسول، ظاهرة التسول كان يتخطى عليها، اللي يقف يتسول في الشارع يتخطى، كيف يراو الحاكم يهربوا. بعد الثورة ما عادش عيني عينك يبدا يقف جنب البوليسية ويطلب، حس اللي هو فما تسيب، هاني نطلب. وذيك مش حلو في منظر البلاد، معناتها مش حلو بالكل. كونك تقول لي الجيران ما يعاونوش بعضهم مش صحيح، بالعكس الجيران وقت اللي يشوف جاره ناقص ولا شو هو راهو اغذر. مش الجيران الكل ما في حالهم، اكيد في كل حومه فما عائله معوزه اللي ما تلقاش حتى قوت نهارها، اما يبدا عندها عزه نفس انه ما يخرجش يتسول في الشارع، يقعد في داره وجيرانه اللي عنده فتره اللي عنده زكاه على فلوسه يمشي تقعد في الدار، اللي عنده شكون متوفي يخرج له فطور يمشي يهز ماكله في النهار هذاك. مثلا ساكن بحذاك عازب ما عندوش عائله ولا ما عندوش، تمشي تهز له فطور عشاه ولا فطوره، ولا يعاونوا الجيران يعاونوا بعضهم. راهو في الحوم مش باش تلقى انت حومه كامله معوزه. اللي انا نعرف اللي معوز يمشي يخدم، الخدم في تونس راهي موجوده. انت توا تجيب فام دو ميناج كيما كانت تحكي لي قبل، تجيب امراه باش تعاونك في الدار تشرط عليك 50 و60 دينار، الوغ هي قاضيه ما تتطلبش حتى 20 و30 دينار. نقولوا الدنيا غليت. سكيفي فما سوق الشغل في اليد العامله البسيطه راهو موجود ومطلوب ويتدخل مصروف النهار. يعطيك الصحه يا لميا، شكرا لك. يا عايشك يا لا، ميرسي بوكو على مداخلتك هذيا. لم يتقول لكم راو الخدمة موجودة، خاصة المهن البسيطة هذيا اللي مجمل الناس يستحقوا لهم، وزيدا المدخول متاحهم جيد نوعا ما. خلينا نقولوا مزلنا معكم بنفس الموضوع، شنو رأيكم في ظاهرة التسول؟ نحن رانا لنا ننقضوا لنا نعطيه في رأي محدد ولا نوجه، ولكن نحبوا نسمعكم انتوما، هل من حلول زيدا مقترحة؟ هل الدولة يزمها هي تلقى الحلول للمواطنين بيدهم؟ احنا معاكم راجعين بعد شويه على 31380، باش نكونوا معنا بالقاسم من جبل جلود، راجعين معاه بعد الفاصل. ماذي ساعة وخمسين دقيقة على اليفام أحلى راديو، مازلنا معكم حتى لساعتين، وطلبونا على 31380. اليوم موضوعنا تفاقم ظاهرة التسول، كيفاش تحلوها، كيفاش تشوفوا هالظاهرة هذي، شنو رأيكم فيها؟ نمشي لجبال الجلود، مرحبا بيك بالقسم، أهلا وسهلا. عسلامة أختي الغالية. مرحبا يا سيدي، شكرا لك، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. رأيك فيما الموضوع؟ شكرا لك يا سيدي، يعيشك. نحب نعرف مهم جدا بيه وجهة النظر نتاعك. ما عادش تعرف اللي من المستحق واللي مش من المستحق، الناس كلها ولات على الاعصاب. الناس كلها ولات تطلب اخواتي، فين تمشي متر واثنين تلقى واحد تحت العين. تخمم شكون تعطي وشكون تخلي مثلا بالنسبه لك؟ ما تعرفش، نقول لك انا راه اللي عنده عزة نفس ومستحق راه ما يطلبش. هاني نقول لك الظاهرة هذية سي بالقاسم تنجم تخلف مشاكل أخرى، مثلا كيما السيدات اللي كانوا يحكيوا معانا تقولك تيقف في الفو، يجيك حبيبي عليك حبيبي عليك بالسيف، تعطيها الفين يقولك ليه نحب أكثر من هكا. فما بعض اللي يطلبونا حتى في الأوف يقولون راهو تنجم تكون تسول في البداية، ولكن زيد راهي تنجم توصل للعنف، تنجم توصل للعنف لفظي، نجم يعتدي عليك لفظيا إذا ما تحبش تعاونوا. فمعناش كي تعطيه دينار يقولك هذا ما هين عليك. يبدا شاري هالك، والله قسمت بالله يبدا شاري هالك. فما ناس حشاك وحش قدرك صحه وترقع عاملين خدمه، وفما ناس مستحقه. هو بطبيعه الحال مع احترامنا للجميع، وإحنا اليوم نحكيو على الظاهره كظاهره، فحسب رايك سي بالقاسم كيفاش نجموا نقصوا من ظاهره التسول اللي باين وانها مقلقه التوانسه الكل؟ فما حتى الدوله عندها دور اختي راهو. كيفاش؟ يلزمها تعاون المستحقين، يلزمها توقف الظاهره هذه بالقانون، شنو يلزمها تعمل الدوله؟ لا يلزم تشوف الناس اللي تطلب، هذوما فما ناس تطلب الحق ما عندهاش ما وصلتش، ما عندهاش ايتام، ام رجلها مات ولا خلاها وهرب ولا واحد تتلزم مسكينه باش تمشي تطلب. فما ناس مستحقه راهو. يلزم الدوله. فما ناس عملتها خدمه.
بالضبط. بما انه حكينا على هكا تسول وقلنا في البدايه راه مش كان توينس اللي يطلبوا، جيت فتره من الفترات والى حد هذه اللحظه، ولكن يمكن نقصد شويه، فما برشا يطلبوا ويقولوا وانهم سوريين وهاربين من الحرب. حاليا زيد فما العديدين من الافارقه جنوب الصحراء نشوفوهم قاعدين يطلبوا. موجودين سوريين يطلبوا، فما موجودين. تبدا قاعده تقول لك عاوني وبعدها اولادها ولا فارقه، والله كما هذيك واحد تعدي وجاني قال لي مش ناكل، عطيته مش ناكل مسكين، عطيته والله دخل الحانوت خذ كاس كروت. فاما موجود في جهه في كرشه موجود. فانت من الناس اللي تعاون ولكن تختار شكون تعاون؟ اي فما انا نعرفهم، مستحق معروف. ولا يجيك واحد بطال مثلا في القهوه يقول لك خلص في قهوه، باش تخلص له قهوه. اما خير ولا مشي يسرق؟ بطبيعه الحال. يعني خلص له قهوه ممكن في مخه مش يعمل حاجه، مش يمشي في براسك، مش يمشي تولي تعطيه يشري قهوه تزول سواقر وتقول برا خلي على الاقل يبرد. يعطيك صحة يا سي بلقاسم، شكرا لك، تحياتنا لجبال جلود الكل. احنا مازلنا معكم على 31 380 ألف. التسول عنده برشا ظواهر في المجتمع نتاعنا، برشا طرق زيدة للتسول. شنو رايكم كما تحدثتوا عليهم انتوما، واحنا كلامنا جاي منكم انتوما ومن مداخلاتكم. فما الناس اللي تبيع بعض المنتجات البسيطة، حلوى شوينغوم بابي، ولكن بالاساس هي طريقة جديدة للتسول، وعدة طرق اخرى. ها باش ناخذوا فيها راي اميرة معنا من عين زغوين. اهلا وسهلا، مرحبا أميرة. مع السلامة. مرحبا بك، لاش نحويلك، شنو حال الصحة؟ نعيشك الحمد لله، ميرسي بوكو. شكرا لك. أميرة، شنو رأيك في ظاهرة التسول وطرق التسول زيد اللي كل مرة طريقة جديدة؟ ماما فيك أنا توا من غير كي جيت نسمع فيكم طلبت طول معناها باسكو الحقيقة سي أون تراجيدي في ليفا روش. احكي لي شنو تعيش، شنو تشوف، شنو اللي يقلقك؟ تتحير على وضعيه الناس اللي قاعدين يطلبوا وتتسائل زعما شنو وراهم وعلاش يطلبوا في الشوارع، ولا متقلقه من الظاهره وعلى وجه البلاد؟ وين القلق نتاعك تحديدا؟ انا اللي يسخفوني العباد قبل وجه البلاد، الحق نتاع ربي، باسكو صافي مالوكور سيرتو صغار معناها لي بيبي هكاك يبداو في ايديهم وبرد وشتي دونك فوالا فما عباد بون يا دي زونديكابي لطف عليهم وكل ربي يشفيهم، سا سي اوتخ شوز. ولا عباد كبار برشا في العمر ولا حاجه، دوك نورمالمون الدوله لازمها تلقى لهم حل معناها، سا سي نوتخ بير دو مونش. وبالنسبه للصغيرات اما العباد اللي لاباس الصغار، والله الصغار انا جو بونس كو اون بروميي ليو سا سي ايليغال معناها، صغار هكاك في الشارع مطيشين لا يقرا ولا يعمل في حد شيء يخدموا بهم ولا جو سي با كوا. انا فما دو فاشل من البكي معناها. وكمان دفاع ولدي يبدا بجنب يقول لي معليش هكا معليش هكا، نقول له احمد ربي، ما انت احمد ربي. حتى شوف هذه مسؤولية والديهم ولا مسؤولية بلدنا اللي لازمها تنجم على الأقل تحد من الظاهرة هذية في استغلال الصغيرات فيها، على خاطر كيما كنت أنت تحكي وأنت كمواطنة تقولي شدني البكي، فالناس هذوما أحيانا صغيرات يطلبوا مع والديهم، معناها ما سخفوش والديهم اللي هما جيبوهم للدنيا. هوني تطلب من الدولة تتدخل وتحمي الصغار هذم على الأقل، ما يتمش استغلالهم. سي لا ريسبونسابيليتي دي بارون، عبدي يجيب صغير لازم يتحمل مسؤوليته معناها، ما فيش كلام هذا. ما فيش حتى كلام، خاطر ان انفون اي نا با دوموندي ا اتر لا، معناها وقت اللي فات لا كونسيبسيون تاع ان انفون، لانفون هذاك كيلكو سوا هو سا سيتياسيون سوسيال اي نا با دوموندي ا اتر لا، دونك واحد لازم يتحمل مسؤوليته. من بعد سا ديبون دي كا، مي بيان سور الدوله لازم تحمل مسؤوليات كيما قلت انت، الظاهره اللي هي هذيا في الشوارع اللي هي توجع القلب وكل شيء، واحد راه ما يلزمش يعاون الناس الكل معناها. باش ما تحجوش على الظاهره. بيان سور كانو ما يلزمناش نشجعو، باسكو ساعات قلبك يوجعك، جو سيبوز حتى انت ولا كوليك ولا اللي هو راكم تعطيو معناها، ساعات ما تنجمش راه تقول لي، مش ديما باش تقول لي بالحق معناتها ما تنجمش. ما تنجمش ذات نهار الكل تقول اي سينون باش يولي ان سالير غابارونتيغ. وفما ان اوتخ فولي، فما العباد كيما كان يحكي السيد قبيله، فما معناها ولا المراه جو بونس معناها فما دي ميتي نتاع العباد اللي ما قراتش، ولا العباد اللي ما عملتش فورماسيون، ولا العباد اللي ظروفها صعيبه، ولا اللي هو معناها دي زوفغيي ولا جو سي با. معناها الفرص ديما موجوده، باش تخدم ديما موجود، باش تدخل اموال ديما موجود. اي قال اي يحبوا على القماش سهله، سا سي سيغ معناها تقام وتخدم وفي الديار وهو يبدا قاعد على القهوه نهار كامل، الكلهم يحبوا يوليوا دي بي دي جي، باش تولي بي دي جي يرمك الضحي برشا، باش تولي كبير يرمك الضحي برشا.
تلقى خدمة بيا متضحي برشا مش ما تعمل حتى شيء ومن بعد تقول أنا كيفاش ما يحبوش ما يحبوش أي لا لا ما فما حتى شيء هو لازمهم يفهموا راه حتى احنا الدنيا ماهي سهلة علينا وليت في تونس معناها في انفلاسيون مونديال بالضبط يعطيك الصحة يا أميرة نخليك تعمل نقطة أنا البارح جيت في مع معك معناتها علاش أنا توا شديت فيها باش نتكلم خاطر البارح حركة قدامي معناها طفل معاها مرأة طلعت مرته من بعد يطلبوا في الفروش في الليل عشرة متاع الليل وأن بيبي يمكن طفلة عمرها عام ماكسيمام ومرأة تاكل فتريحة وطفلة تاكل فتريحة وأنا متعزية كنت غازا دونك وقفت بون هو جاي ومن بعد الحاكم وكل شيء ما زاد راهو البوليسية من معناها جيت لهم تعذر معناها يجيو يفرقوهم اما ما يجموش لذلك شعملوا لهم بوليسية معناها تطلع جغنية تجي لهم هما في الفروش معناها انا حكيت معناها حكيت مع اعوان الامن ديزون قلت بوليسية معناها حكيت طبعا دفاع في السجي ويقول لك احنا ما نجموش معناها ما فهميش يا فاس ديفكتيف للحكاية هذي دونك شبونس كيفو الوا معناها مرأة البارح في تريحة هكيكة في الشارع وكان بط انا نكلم فيه قال لي مرتي اي ولو اي اسمع اميره هي. من موضوع الى موضوع تدخل الحبس نهار الخميس نرجع او الجمعه بقيت الاسبوع نرجع لموضوع العنف هذايا اللي مسلط على المراه خاطر التبرير اللي عطاه لك السيد هذايا هو اللي استفزنا وخليني نقول لك باش نحكي فيه الموضوع ونستنى تليفونك زيد ونتناقشوا فيه اكثر نرجع نحكيوا على العنف بقيت الاسبوع ان شاء الله شكرا لك يا اميره موضوعنا اليوم كان التسول مجمل معظم التوانسه حتى العينه اللي سمعناها اليوم رافضين للظاهره هذايا يحبوا يعاونوا ولكن يطلبوا من الدوله انها تلقى حلول تحاول توقف الظاهرة هذية يمنع الأطفال من التسول وأنه يتم استغلالهم بالطريقة هذية ونلقى حلول للنساء المعوزة واللي يمتهنوا التسول ماذا بيهم التوينسة لو كان يقفوا الأشخاص هذوما عند حدهم شكرا لكم على الاستماع أسامة صافي في الإعداد سفيان في الإخراج منو إيهاب على FM TV كنت معكم جيهان بن عبدالله تشاو تشاو في دمين ومرحبا أنيسة المكشاح بعد شوية يجي